هلو هلو هلو، عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني قوي، والمره دي الفيديو مختلف تماما. الحقيقه انا شعري متلخبطه قوي ومش عارفه، يعني انا عايزه اكلمكم في حاجات كتير. انا عامله الفيديو ده عشان خاطر حاجتين. اول حاجه عشان خاطر احكي لكم ازاي الاكونت بتاعي اتقفل ومش عارفه ارجعه لغايه النهارده، وعشان خاطر كنت عايزاكم تقضوا معايا النهارده اليوم، عشان وليد النهارده كان عايز يخرجني عشان انا نفسيتي حرفيا تعبانه. اول حاجه تعالوا بقى بينا احكي لكم ازاي الاكونت اتقفل. انا كنت منزله فيديوهات، الفيديوهات دي مره واحده جاتلي حمله بلاغات كتير قوي، معرفش مين اللي عمل كده ومعرفش ده حصل ليه. ففيديو اتقفل اول حاجه خالص، فيديو اتقفل، وليد قدم طعن، الطعن اتقبل والفيديو رجع تاني. بعدها بقى يعني انا بحكي لكم من اول الفيديوهات، يعني بحكي لكم من اول حته الفيديوهات ده، غير قبلها المصايب اللي كانت بتحصل. يعني لما كنت بنزل اعلانات وبنزل حاجات فكان برضو الفيديوهات بتتقفل. فضلت كده 3 ايام بالظبط كل فيديو انزله يتقفل. فوليد قدم طعن، قام الطعن اتقبل والفيديو رجع تاني. قلت خلاص خير وبركه، خلاص الدنيا كويسه مفيش حاجه، اهو تمام. بعدها قفلت الاكونت، فتحت عشان انزل بقى الجزء الثاني من الفكره. الجزء الثاني نزل والدنيا كانت تمام ومفيش مشكله. الجزء الثالث بقى بفتح عشان انزله، بعديها بثلاث ايام لقيت الفيديو اللي اتقفل، وليد قدم طعن، الفيديو اتقفل تاني. فدي كانت حاجه غريبه بالنسبه لنا، ان فيديو يتقفل ونرجع نقدم طعن ويتفتح وبعديها يتقفل تاني. فلا انا في حد مستقصدني، يعني انا حد بيعمل كده معايا. خلوني اكمل لكم موضوع الفيديوهات ونرجع للحد المستقصدني ده. نزلت بقى الجزء الرابع، وكان الجزء الاخير من الفكره. كان في حاجه باينه يعني في الفيديو كاتبين اللي هي ممنوع تبان في فيديوهات. هسيب لكم صوره ليها هنا عشان ما اقولش اسمها، لو ده يعني ما اعرفش لو هنا كمان في الفيديوهات اسمها، الفيديو ده كمان يتقفل ويبقى حظي زفت في كل الفيديوهات. فالحاجه دي ظهرت في الفيديو الرابع وهي كانت في الفيديو الاولاني. فلما الحاجه دي ظهرت جالي بقى ان الاكونت بتاعي اتقفل رسمي نهائي. يعني جاتلي برده مسج هسيبها لكم هنا تشوفوها، ان الاكونت بتاعي اتقفل. فانا كنت حرفيا منهاره اليوم ده. انا كنت اصلا في الجامعه بتاعتي وكنت في المحاضره وبكلم وليد وانا منهاره، اللي هو الحقني انا مش عارفه ايه اللي بيحصل معايا ده، انا عندي مصيبه. اللي هو اللي انا فيه ده حرفيا مصيبه، لان لو حد مكاني، انا حياتي كلها دلوقتي السوشيال ميديا، دي حياتي، صحابي واخواتي ودنيتي خلاص بقت كلها على السوشيال ميديا، لان انا من الاول قررت ادخل السوشيال ميديا فحياتي كلها بقت عليها. انا عمري ما زيت حد في شغله، عمري ما زيت حد في حياته، عمري ما زيت حد، عمري ما كان بيني مشكله، عمري ما طلعت القح على حد، عمري ما طلعت اقول للناس مثلا اعملوا انفولو لفلان، ما تكلموش فلان، مش عارفه ايه خالص. انا ما عنديش مشكله مع اي حد وبحب الناس كلها، وحرفيا عمري 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 الحمد لله ما طلعت اتخانق مع حد، ولا كان عمري في ما بيني وبين حد مشكله عشان حد يستقصدني ويعمل كده. فانا ما كنتش قادره احدد اللي عمل كده انا عملت له ايه، او انا اذيته في ايه مثلا عشان هو يعمل معايا كده. انا لحد النهارده يعني لغايه وقتنا ده انا مش عارفه افتح الاكونت بتاعي خالص. بس اللي بيطمني وليد، هو حرفيا اكتر حد واقف جنبي، طبعا بعيد عن اهلي برضو، انا بابايا برضو واقف جنبي قوي، واخواتي واقفين جنبي قوي، ومامتي، لان هم عارفين ان انا حياتي دلوقتي كلها عباره عن السوشيال ميديا اللي انا بقيت احبها، هي بتعمل حاجه هوايه اكتر من شغل. فاكتر واحد واقف جنبي دلوقتي وبيساعدني ان انا اعدي المرحله دي هو وليد. فعايزه اشكره قدام الناس كلها. انا عمري ما طلعت في فيديو عبرت عن 1% من مشاعري من اتجاه وليد، بس انا عايزه اقول له بجد ان انا بحبه قوي، وربنا يخليك ليا وتفضل دايما جنبي. فالنهارده اليوم بتاعنا طويل، فكنت عايزه احكي لكم بس جزء من المشكله اللي حصلت معايا، وكنت عايزاكم تكملوا باقي اليوم معانا. فيلا تعالوا كملوا باقي اليوم. يعني النهارده جاي ده تعويض عن اللي حصل. ايه اللي حصل؟ عشان بس عشان اكونتي اتقفل. اكونت مين؟ اكونتي انا. ده انا فضلت ساعه اعيط لهم وبعمل لهم ستوري تايم بحكي لهم ازاي الاكونت بتاعي اتقفل، وقلت بابا بما انها ما فيهاش كده يبقى فيها كده. طب بالعقل كده، بس خلينا نتكلم بالعقل. ماشي بالعقل. ماشي. اذا كان في اكونت فيك باسمك في 250,000، انت شايله هم اكونت ليه؟ انت واحده عندك، وبعدين عندك اكونتات كتير والله العظيم. بصوا يا جدعان، انا اشهدكم والله العظيم، يعني انا بقول لها اختيارات، يعني ممكن اوصل لها اكونتها اللي هو 600,000 اوصل لها مليون. انا حزينه. انا طب بصوا يا جدعان، هقول لك على حاجه. اراهنك ان الفلوج دوت، اقسم بالله اراهنك، اراهنك ان هو مش هيجيب اقل من نص مليون. اشمعنى؟
عشان اعرفك ان في ناس كتيره قوي 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 بتحبك. اقسم بالله يا ملك، اقسم بالله في ناس كتيره قوي قوي بتحبك. انت عارف انا قلت لهم ايه في الفيديو ده؟ قلت لهم انا اول مره اتكلمكم عن مشاعري تجاه وليد، بس هو اكتر حد واقف معايا وانا بحبه قوي. وكلمتهم عن مشاعري تجاهك كتير قوي في الفيديو. كلمتي عن مشاعري؟ ايوه مشاعري. مش اللي انا حزينه. يا ملك مش محتاجه انا اصلا ولا اقف جنبها، لان هي اصلا كل حاجه حلوه فيها. هتديني الاكونت ال 3 مليون؟ هديكي صاحب الاكونت والاكونت وليكي وديكي كل حاجه. لا خالص. بتهزري؟ اديني فين بقى؟ عند ابو شهر. جايك حمام بقى وكلام. لا يا جماعه اذا كان كده خلاص، اللي قفل الاكونت خلاص بروح. لو ما رجعش هعمل ايه بقى انا؟ خلي لك اكونتي برضه 2 مليون. لا خد التلاته. ان في واحده صاحبتي قالت لي ان هو قعد معاها اسبوع. هو ممكن يقعد اسبوع ده اكثر. بس ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في سبع ايام. ربنا لا اله الا الله خلق الدنيا في سبع ايام. فيعني احنا مين احنا؟ فاهم؟ في كل حاجه خير. وبعدين انا واثق كده كده ان في ناس بتعشقك. انا واثق ان يعني الناس بتحبك، بتحبك قوي كمان. انا اذا كنت انا بحبك الناس بتحبك ازاي؟ يعني انت محبوبه، انت نجمه. هو انت بتخاف على عربيتك اكتر مني؟ قفلت المرايات وقفلت البيبان وقفلت الازاز وقفلت التكييف وقفلت كل حاجه تتقفل. في ايه؟ انت اللي هتتخبط بقى. سيبني اسلم فيها وربنا. عزيزي تعالى كده، تعالى كده، اوعى اهي بتنور في الدار. ما تحطها في الدار ما تنور. بص يا وليد، النهارده انا يعني لازم اختم الفيديو ده وانا بقول لهم تقييم ان انت قدرت تفرحني بنسبه 101%. بجد والله، بجد والله يا وليد. هو قرر يعزمني، بس ان شاء الله كان يعزمني فيه. انا هتشوف انت الواحد فيكم. بقول لك ايه، انا عايزه اموت شي. ماشي بقى، طب ناكل الاول. وعايزه بوباتي. بوباتي؟ طب ناكل الاول الحادق وبعد كده ناكل الموتشي وكوباتي. تعالى هوريكم. هوريكم البونافاتي. البونافاتي دي بعد الاكل. ايه يا وليد اللي بتقوله ده؟ ايه؟ بقول لك ايه، انا ماشي. خدي ابو الخضار. لا مش جايه. اكونت فداك 100 اكونت بقى. لا ده، لا ده حياتي وشغلي واهلي واصحابي. لا مش حد كده، ما احبش اللي هو عندي اهم من كل الناس. بس انا بحب اكونت. ازيك يا حلو، عامله ايه؟ تراجعي لي الاكونت. بحبك قوي. وانا كمان والله بحبك قوي. والله وانا اتنزلت على اليوتيوب خلاص. والله انا كمان والله لازم تدعي لي الاكونت بتاعي يرجع. وانا بقول يا رب الاكونت بتاعك يرجع. هي مش فاهمه حاجه والله. بس ماشي والله. انت معاك على طول. هترجع لي الاكونت؟ افكر اتبرع باكونتي عشان نرتاح بقى بجد. لا انا بحبه برضه اكونتي. انا كمان نفس الكلام. ما انت اكونتك حلو، بس انا بحب اكونتي. رجعه لي والله. طب المنيو هنجيب حمامتين اكيد. يا جماعة أي مكان فيه حمام ما بيسيبش الحمام في حاله. أنت للدرجة دي بتحب الحمام يا وليد؟ طب أنا ولا الحمام؟ كذاب. ده أنت فكرت لثواني، يعني معنى كده إن هو أهم. مرة واحدة ما بقيتيش مقهورة ورفعتي الحاجب دوت والهرمونات اتغيرت في ثانية إلا ثانية وبقينا بنتكلم إننا أنت أهم، الحمام أهم منك. ها؟ طب والنبي يا وليد، انت ادارت تيك توك بالنسبه لي دلوقتي. انا دلوقتي بكلم الاداره. انا ادارت تيك توك؟ انت دلوقتي الاداره بالنسبه لي. ارجوكم ارجوكم اشكو اليكم انني احتاج الى اكونت. ارجوكم. كنت اسالك سؤال. اتفضل. بتقول لي دلوقتي ان اكونتي بتقفل صح؟ اكونتي مش قفل، اكونتي محظور لوقت معين. طب يا اداره لحد امتى؟ اديني ميعاد وانا هعد الايام واستعد والليالي لا يا وليد ارجع شويه كده هنعيد تاني. طب يا اداره اديني ميعاد 3 ايام. طب يا اداره اديني ميعاد يوم بكره باذن الله. الساعه كام؟ اديني ساعه. طب يا اداره ليه ما تعملش بكره؟ ما تكلمني انا. انا دلوقتي بكلم اداره التيك توك ذات نفسها. انت قدامي الاونر بتاع التيك توك بس.
انت اونر الديك ده انا وانا وانت قاعدين بنقول كلنا برضه هديك يا اداره اكونتنا الفاتح امتى ما يزوك انت عني وجابوا لك شوربه وانا طبقي لسه هم مش عارفين ان انت الاكونت بتاعك 3 مليون هنلعب طوبة ورا مقصود هيكسب مرتين هو اللي هيكسب الأرض هو اللي هيكسب الأرض هيكسب مرتين هو اللي هيكسب الأرض طوبة ورا مصر أول مرة طوبة ورا مصر ثاني مرة أنا الكسبان بس ده بعيد عن الحرام وكتاب بقول لك إيه ده شغلين ده فاهم بص أنا أطلب موزة تاني موزة ضاني بالفتة وموزة بتلو سادة زائد بطاطس محمرة وطبق ميكس جريل يعني ميت كده تشوفه على كبوته 2000 جنيه على الترابيزة دي لا لا مش عارف بقى أنت النهاردة أنت موجود أنت دلوقتي المارد بتاعي أنت النهاردة المارد يعني إيه يعني تعالي أماني وتفرحني وما تخلينيش متضايقة افتكر اللي هتجوز ماشي هنجيب سنين طيب ايه؟ عايز حرامية ربع كفتة طاجن ملوخية وانا عشان انا ملوخة الجغنطوطة الحلوة هناخد حمامية وسلطة خلاص يا جماعة انا قررت هطلب ايه والاكل هيجي واوريهولكم يا وليد في انت مستعجل ليه؟ تقييمك ايه للاكل؟ لسه كنت دي الفريك ايه ده ايه الحمامية الحلوة دي اشمعنى دي جميلة؟ هو ايه المنبار اللي عايز منبار ده؟ كفتة فين يا باشا؟ هو ده منبار معزة لا الكفتة حلوة يا وليد الكفتة مشهية دي بقى اللي بالرز صح؟ دي بالرز طبعا اه دي هنا ميرسي شكرا ميرسي لذوق حضرتك يا جماعة شايفين الحلاوة حاجة تانية محتاجينها جوزة معسل انا ميرسي حلوة؟ ده طبعا يعني ستيل روبيري بقى انا عايز اكل استنوا يا جماعة اقيم لكم انا الاكل هو مرضاش يقيم يا جماعة وكان مستعجل فخلوك الذوق اوعى بصوا انا هبتدي بالمنبار اللي محتاج منبار يا وليد اليوم ده حال وليد بعد كل مره ما بياكل يا جماعه بيقعد كده ما بيقدرش ياخد نفسه يا ابني وانت الاكل بيكتم على نفسك والله العظيم اصل الحمام انت
طيرني معايا الحمام ولا قلت له قال لك يا باشا كاش ولا كريدت بس كده اللي ورا كريدت مش عايز تقول لنا كان عامل كام؟ لا الحاجات دي بتتحس. طب حاسس ثلاث انت ربع كيلو كفته حمامتين طب ايه خلاص كفايه. المهم يا جماعه الصراحه انا غيرت مودي شويه وبسطت شويه فما تنسوش تعملوا ايه اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس يا جدعان وحاولوا على قد ما تقدروا تشوفوا فيديوهات فلوجات ملوكه ومعالي ملوكه في الواو وانتظروا كل جديد. معاكم ايه